كست الثلوج مرتفعات جبال الشريعة بولاية البليدة الجزائرية في أول أيام الربيع، لتصنع بذلك لوحة طبيعية خلابة استقطبت السياح بعد شتاء وصيف وصف عفوا بالجفاف. مناظر أعادت الفرحة إلى النفوس بعد أن غيبها فيروس كورونا لأشهر عديدة. فريد راشدي معه التفاصيل، إن شاء الله استمتعت بالثلج يا فريد. سطعت شمس الربيع على جبال شريعة في الجزائر فزادتها نسوعا وجمالا. مناظر خلابة استهوت محمد وصديقه لممارسة رياضتهما المفضلة، وبعد التأكد من خلو سبيلهما دفع بالمزلجة للتزحلق بحثا عن السعادة والمرح. بعد الضغط كما حنقولوا نجيو نفرغوا الانرجي هنايا، أنا وصاحبي نجيو ندورو ولا علينا نمارسو الرياضة نحيو على روحتينا، ولا جو روعة، ولا روعة كما حنا نقولو سويسرا الجزائر. لا شيء سوى المرح هنا، عائلات جاءت من كل حدب وصوب تبحث لأبنائها عن صور لواقع أجمل عنوانه الفرجة، غيبها فيروس كورونا لأشهر عديدة. ما عندناش الثلوج في واد سوف، ولهذا ثايتني نجي هنا لواد سوف والشريعه ونتفرج في المناظر الطبيعيه الخلابه. الجزائر اخويا عباره عن قاره. وعجبنا الثلج هنايا، شباب جا حواسين، نهضر شباب مع وليدي، جابوا لي اولاد بني وانا نلعب، جاو هنا حواسين. على علو 1600 متر تتميز محمية الشريعة بثروة حيوانية وغابية نادرة تعود إلى قرون مضت، جعلت منها قطبا سياحيا متميزا يستهوي عشاق الطبيعة والمغامرات. تعتبر غابة شريعة من أهم المناطق السياحية التي تزخر بها الجزائر، خاصة من أجل تشجيع السياحة الجبلية، وهي تتوفر على ثروة غابية وحيوانية متميزة ومتنوعة. تأخر هطول الثلج هذا العام وتأجلت معها إعادة خدمة التيريفيريك وأنشطة أخرى بسبب القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا. وما زاد من فرحة الجزائريين عودة تساقط الأمطار في مناطق عدة في البلاد بعد أن شحت السماء لأسابيع في شتاء وصف بالجاف. فريد راشدي، العربية، من أعالي جبال شريعة، الجزائر.